عشان نحكم شرعي واجيب قلب. نعم. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي للدين، أما بعد، فدرس الآن في الدرس الفقهي الذي تواعدنا عليه. طيب، وأخذنا مقدمات مختصرة، أولها في فضل العلم وفضل الفقه بالذات، وثانيها في يعني مسح تاريخي مختصر موجز للفقه كيف انتهى إلى ما هو عليه الآن، ثم ذكر التعريف للفقه لغة واصطلاحا أو شرعا واصطلاحا، وبيان معنى الفقه. ولا يزال لهذه المقدمة أشياء لا بد أن نضيفها وأن نزيدها قبل أن نستهل وندخل في الكتاب الذي برمجناه، فإن تيسر الوقت شرعنا في شيء من الكتاب، وإلا فهي تتميمة للمقدمة. فقلنا إذن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة بالأدلة التفصيلية، فنرجع إلى الأحكام، نرجع إلى الأحكام. فمما ينبغي أن يعرفه الناس والمسلم والمسلمة أو المسلم والمسلمة الأحكام، خطاب الله جل وعلا، خطاب الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابه القرآن الكريم، هو كلامه جل وعلا من حرف وصوت ولفظ، تكلم به على الحقيقة، كلامه عز وجل غير مخلوق، صفة من صفاته، أوحاه إلى نبيه، سمعه جبريل من رب العالمين وتلاه جبريل على النبي الأمين وسمعه منه صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال جل وعلا: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. جاء في الحديث عن البخاري عن ابن عباس أنه كان يسمعه من جبريل فيحرك به شفتيه خشية أن يتفلت عنه، هذا لاهتمامه صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، فطمأنه الله وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، أي جمعه وقراءته عليك، فيقرأه جبريل، فإذا قرأناه قرأه جبريل فاستمع قرآنه، استمع له وانصت، ثم إنه ستتكلم به كما سمعت. فاتبع قرآنه. نعم، فهذا كلام الله. وكذلك أوحى إليه الحديث النبوي الذي هو المعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذان هما الأصلان المهمان الأصليان في مصادر التشريع والأدلة. عندنا أصلان أصليان أو دليلان أصليان: الكتاب والسنة. وهذه النصوص لها مدلولات تدل عليها، لها مدلولات تدل عليها، فهي خطاب الله وله مقتضي وله معنى يدل عليه. ومن ذلك ما سماه العلماء واصطلحوا عليه بالأحكام، بالأحكام، الأحكام الشرعية من واجب وغيره. ولهذا مما ينبغي أن نعلمه أن نعرف هذا الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ الفقه والعلم بالأحكام الشرعية، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم عرفناه لغة واصطلاحا، وقلنا الحكم، إذا قلنا الحكم فتأتي أحكام كثيرة: الشرعية والعقلية والحسية والتجربية، قيدناه بالشرعية. إذن الحكم الشرعي، ما هو الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي يقول العلماء هو خطاب الشارع، بعضهم يقول هو مقتضى، وهي ترى عبارة ويعني اعتراض وتوجيه دقيق. الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، الحكم الشرعي ليس هو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ليس هو ولله على الناس حج البيت، وإنما الحكم الشرعي مقتضى هذا الخطاب،
ولله على الناس حج البيت مقتضاه يجب على الناس أن يحج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيل. فإذا هذه إضافة وجيهة وفي محلها. فبعضهم يتوسع ويقول الخطاب الشرعي الحكم الشرعي هو خطاب الشارع، وبعضهم يقيد هو مقتضى. المقتضى أي ما يقتضي ما يقتضيه هذا الخطاب ويدل عليه ويترتب عليه، وهي عبارة دقيقة. فما هو الخطاب الحكم الشرعي؟ هو مقتضى خطاب الله، هو مقتضى خطاب الله يشمل القرآن والسنة، مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ما تعلق بفعل المكلف لا ما تعلق بخلقه أو بغير المكلف، فهذا ليس له دخل في الأحكام الشرعية. يعني قوله تبارك وتعالى في خلقة الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا خطاب الشارع، هل يتعلق بفعل المكلف أو بخلقته؟ خلقته. فإذا هذا لا يدخل في الحكم الشرعي. الحكم الشرعي مقتضى خطاب الله الذي يتعلق بفعله، أقم الصلاة وقولوا للناس حسنا، ادفع بالتي هي أحسن وجادلوا بالتي هي أحسن، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولله الناس حج البيت، ثم أتم الصيام إلى الليل، أن يفعل الناس. إذا فما هو الحكم الشرعي؟ هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، متعلق بالفعل على وجه التكليف، على وجه التكليف أي كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلق بأفعالنا من باب أنه يكلفنا شيء، من باب أنه يكلفنا شيء. مقتضى خطاب الشارع أو خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف، يعني ليس ما ليس على وجه التكليف. يعني قول ربنا تعالى يعلمون ما تفعلون متعلق بالفعل ولا لا؟ متعلق، لكن لا على وجه التكليف، وإنما خاطبنا الله جل وعلا في هذه الآية من سورة الانفطار يخبرنا أنه قد وكل بنا ملائكة تعلم ما نفعل. فهذا الخطاب متعلق بأفعالنا لكن ليس فيه تكليف لنا، منه هو دعنا من اللوازم، فيه لوازم، اللوازم لا نقصدها. يعني من لوازم أن تعلم أن الله وكل بك ملائكة تحفظ وتعلم ما تفعل، إن كنت تحب الملائكة وتعظمها تعظيم الذي أنزله أعطاه الله إياها وتحترمها وتحبها وتقدرها فإنك تفعل ما تحب، وإنما تحب الملائكة طاعة الله جل وعلا، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرهم. فإذا الخطاب الشرعي الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف. أنا أقف هنا عند التكليف، على وجه التكليف. ما معنى التكليف؟ التكليف من الكلفة، أصل مادته الكاف واللام والفاء، كلف. والكلفة يقولون في بيان معناها تحميل ما فيه مشقة، تحميل ما فيه مشقة. هل في شرعنا ما فيه مشقة؟ هذا المعنى هل ترك وجعل بعض العلماء لا يسمونه تكليفا بل هي طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه لم يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما تطيقه. فمنهم من قال التكليف تحميل ما فيه مشقة، وهذا
لا يقبل في الشرع، ولهذا لم يرتضوا تسمية الأعمال والواجبات والمطلوبات الشرعية، ما ارتضوا تسميتها بالتكليف، منعوا هذا الاسم، هذا التسمية، بل هي طاعات وهي عبادات. والطاعة من معنى، من أصل لفظة طاوعة، الطاء والواو والعين، وهذه المادة تدل على الليونة وعلى القبول، فتقول كسرت الزجاج فانكسر، أي طاوعني ومال إلى ما أردت، ومال. فأنت تطيع الله جل وعلا، أي تلين لتكون طواعية أمره ونهيه، مائلا إلى ذلك، قابلا له. وهي عبادات فيها تعبد، خضوع وتذلل، مع خوف ورجاء ومحبة وتعظيم لله عز وجل. فقال لا نسميها تكليف. بعض أهل العلم قال فيها تكليف، لأنه ولو هي عبادات طاعات في وسعنا، ليس فوق طاقتنا، لكن فيها نوع مشقة متقبلة. قال لأن الإنسان كونه يبقى في بيته، أو يقوم فجرا يتوضأ بماء في بارد ويخرج من بيته ويذهب إلى المسجد، هذا فيه نوع تكليف ولا فيه نوع تحميل؟ فيه نوع. قالوا وإن كان في استطاعة الإنسان ويحبه ويفرح به وفيه انشراح وسلامة لصدره، لكن فيه نوع، فبقاؤه فيه ما فيه تلك المشقة التي بها يخرج ويذهب المسجد إلى آخره، ففيه نوع مشقة، فيصح تسميته من حيث اللغة تكليفا، لكن ليس هو ما لا نطيقه، بل هو في طوعنا وطاقتنا. فهذا المقصود في هذه العبارة، بعضهم يعني له فيها أو عليها اعتراض، فهذا وجهه. نرجع إلى خطاب الحكم الشرعي، فهو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف. تفضل. اقتضاء أو وضعا، اقتضاء أو وضعا، ما معنى اقتضاء؟ ما معنى الوضع؟ إن شاء الله يأتينا بعد الأذان. فأعود إلى التعريف. الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف، اقتضاء أو وضع. معنى الاقتضاء ومعنى اقتضاء، أي طلبا. وهذا يعني يحدد لنا الحكم الشرعي التكليفي. أو وضعا يعني بوضع الشارع، أي أن يجعل الله تبارك وتعالى هذا سبب للحكم أو شرط في الحكم أو مانع من الحكم، وهذا يسمونه الحكم الشرعي الوضعي. فنأتي إلى الاقتضاء. ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب. فعندنا حكم شرعي اقتضائي طلبي يسمونه الحكم الشرعي التكليفي، وعندنا حكم شرعي وضعي يسمونه الحكم الشرعي أو الحكم الوضعي. الاقتضاء هو الطلب. ما معنى؟ المقصود أن مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف، يعني هذا الخطاب الذي خاطبنا الله به في كتابه أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الذي فيه مدلول. هذا المدلول ما هو؟ هذا المدلول هو طلب، طلب فعل أو طلب ترك أو مستوى بينهما. طلب الفعل إما لازما فهو الواجب، وإما من غير لزوم ترغيبا فهو السنة والمندوب والمستحب،
وإما طلب ترك جزما فهو الحرام، أو طلب ترك ترجيحا وأفضل فهو المكروه، أو تخيير لا طلب فعل ولا طلب ترك أو إذن وهو المباح. هذه أقسام الحكم الشرعي التكليفي. فإذا انتهينا هنا الآن إلى الحكم الشرعي التكليفي، وهو ما ندرسه في الفقه. ماذا ستدرس في الفقه؟ واجب، سنة، حرام، مكروه، مباح، مأذون. تلحق بها أقسام أخرى ستأتي: العزيمة والرخصة والصحة والفساد والبطلان، وهو الفساد وبعضهم فرق. إذن فالحكم الشرعي مقتضى، أي ما يدل وينص عليه ويرمي إليه ويدل عليه ويفهم ويتوصل من خطاب الشارع كتاب السنة الذي يتعلق بأفعالنا من حيث إننا مكلفون مطالبون بفعله اقتضاء، أي طلبا. وهذا الطلب إما أن يطلب منا جل وعلا وهو غني عنا، المطلوب هذا لأنفسنا، قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فكله منة وفضل من الله، خلقنا الله وجعلنا في هذه الأرض وسخر ما في السماوات وما في الأرض من النعم نتمتأ بها، واختبرنا وابتلانا بالسراء والضراء وبالأمر والنهي تفعل ولا تفعل، وأعد لك الجنان العظيمة والنعيم الواسع العميم، من أطاع له الجنة ومن عصى له النار. فإذا خطاب الشارع مقتضى، خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه التكليف اقتضاء، أي طلبا، إما طلب فعل أو طلب ترك، أو على حد سواء أو بالتخيير أو الإذن. فعندنا إذن الخطاب الشرعي التكليفي أو الحكم الشرعي التكليفي خمسة أقسام: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. ما هو الواجب؟ لا نفصل ونكثر تعريفات لغوية وإلى آخره، نذكر المعنى المقصود. ما هو الواجب؟ اللي هو الفرض. الواجب أو الفرض هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم أو الجزم أو الوجوب أو اللزوم. ما طلب الشارع فعله على سبيل الجزم أو الحتم أو اللزوم، معاني واحدة، قل هذه أو هذه، هذا سميه واجب. فالشيء الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما لازما حتما هذا واجب، ونسموه عندنا فرض، نسميه واجب ونسموه فرض على الصحيح، قل فرض أو واجب. الصلاة واجبة، تكبيرات الإحرام في الصلاة واجبة، هي ركن واجبة فرض، الوضوء للصلاة فرض، الحج فرض، وهكذا. يأتي بعد ذلك السنة أو المندوب أو المستحب، وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، قال افعل لكن ليس لزوما ولا بد، ليس لزوما ولا بد. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، فاكتبوا ناس. لكن بعدين قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا التتميم للآية هذه دل على أن قوله تعالى فاكتبوه على طلب فعل ليس حتما، بدليل فإن أمن بعضكم بعضا. فإذا هو من باب الاستحباب، إذا تعاملت مع شخص بيع وشراء، إيجار، كراء، قرض، تعامل مالي، تعامل كذا،
دين فتكتبها على باب على وجه الاستحباب السنة مندوب. الحرام ما طلب الشارع تركه واجتنابه على سبيل الجزم والحكم واللزوم، هذا حرام. قال تبارك وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن، وقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا ولا تمشي في الأرض مرحا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وهكذا. وحرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا الحرام. والمكروه ما طلب الشارع تركه من غير جزم ومن غير حتم ومن غير إلزام، ومن غير إلزام. قالت أم عطية نسيبة بنت الحارث الصحابية الجليلة رضي الله عنها نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهانا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنازة، تشييع الجنازة، لكن لم يعزم، لم يعزم علينا. فقال بعض أهل العلم هذا يدل على أنه مكروه في حقهن. المباح ما أذن فيه الشارع، ما أذن فيه الشارع أو خير فيه الشارع بين فعله وتركه، مأذون فيه، مأذون فيه. نعم، هذا ما يتعلق الحكم الشرعي التكليفي. عشر دقائق يكفي عندنا، فباقي الوضعي نأخذه درس لاحق إن شاء الله. وأيضا نذكر بعض الألفاظ التي تدل على الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، ونأخذ الحكم الوضعي أيضا. وبعد ذلك بعد المقدمات نستهل الكتاب، سائلا لله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والنفع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.